وصلنا بيتكم. هذا بيت عائلتك. فواز لا لا. بعدين ما يسحنش اتفقنا عليه. لازم نواجه الحقيقة. اي حقيقة فواز؟ تبيني اواجه اشباح؟ واذا كان في اشباح صدق على قولتك خل انزل واشوفهم يمكن اصدقك. لا فواز تكفى لا عافية لا. لا ايش يا بعد امي؟ احنا صار لنا اكثر من اسبوع قاعد نتفاهم على نفس الموضوع ولا ليش هنا هني؟ عشان خاطري خلنا ننزل. يلا لا تخاف تعال تنتج. تعال يا ميس لا تخافي. تعال لا تخافي من شيء. أنا راح أكون معك خطوة بخطوة. أبيك تشوفين شو اللي صار بذيك الليلة. أنتي انحشتي وايد بس اليوم لازم تعرفين شو اللي صار. صوت أمك أكيد هي بالغرفة ويمكن تبي أحد ينقذها. يما يما قومي يما يما قومي يما يما تعالي تعالي قعديها تعالي. أمك نايمة محتاجة بس أحد يقعدها وينقذها. قعديها جذابة قعديها. أنت جذابة ماكو أحد. قعدي أمك جذابة ماكو أحد جذابي. تعدين عيني تعدين عيوني ما هذا ودينا نوري. ميس ميس تبي تصدقين؟ تعالي تعالي شوفي أخوك. تعالي طلال أبوي طلال شوفي يما يما اخوي طلال انت صدق انت صدق يما يما انت صدق انت صدق.